يأكل بيوتا كثيرات أو بيوتات كثيرة، فيدخل ويرى 100 بنت ولا تعجبه بنت واحدة، ويظل يتنقل. وكما قلنا قبل ذلك إن الشيطان يكمن في التفاصيل. أيوة. كلما دخلنا في التفاصيل الدقيقة ونفضل ندقق بقى وكل حاجة، هنفضل طريق الشيطان اللي لا يسدد خطى الإنسان. فعشان كده بنقول المقومات الأساسية اللي أنا قلتها، أول مقوم هو الخلق. أول مقوم اللي احنا زمان بنسميه في القرية المصرية والريف المصري والشارع المصري والعربي بنسميه الأصل. عشان كده بيقول لك على الأصل إيه؟ على الأصل دور. وتملي، عشان كده يقول لك إيه؟ تعامل مع أهل الأصول بالأصول. أخي بال حضرتك، أولاد الأصول يعني يقولوا أولاد الأصول. أولاد الأصول، فنتعامل معهم بالأصول. أيوة. فعشان كده لو أنت جبت بنت أصول أو ولد ابن أصول هتتعامل معاه، لازم تتعامل بالأصول وإلا ما ينفعش. فبنت الأصل أو ابن الأصل معناه صاحب الخلق، معناه الذي له مرجوع، مرجعية للكبير. يعني البنت لو كده ليه كبير، الولد غلط ولا بتاع ليه كبير نرجع له. يبقى خلق بمعنى ينقسم إلى شقين، هو صاحب خلق وصاحب تربية، فنرجع على المربي إذا أحدث هذا الإنسان أو الإنسانة شيء غير مستقيم أو غير صحيح. يبقى ده وده اللي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم، اللي احنا قلنا ملخص الحلقة السابقة. أيوة. إن الدين قوامه الخلق، فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني اصفر بذات الأخلاق. اللي هي عندها خلق دي هي أهم حاجة. محدش يقول لي احنا ناخد بالشكل، لأن كم تعبنا في حياتنا من الشكل في هذا العصر منذ 50 عاما أو 40 عاما. فالشكل تلو شوفه كده قد يروق لك، ولكن من الداخل خواء، يعني جسد بلا قلب. تصور كده جسد بلا قلب لا قيمة له. الشكل كذلك من غير مضمون عامل كده بيت، يعني قليل من الهواء يطيح به. إنما عشان كده قلنا الأخلاق ليه؟ لأن سيدنا النبي قال على الست كده فاظفر بذات الدين تربت يداك، وقال على الشاب إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وقلنا عطف الخلق على الدين للاهتمام. ليه؟ للاهتمام، يعني أهم ما في الدين الذي يظهر الذي أحتاجه في التعامل معك هو الخلق. فده أهم شيء، دي أهم حاجة قلناها حضرتك في عناصر الاختيار. ممكن بعد كده تدخل عناصر جانبية، الثقافة تكون متقربة إلى حد ما، التفاهم طبعا. بس فيش نقطة مهمة هقولها لحضرتك، الناحية الاقتصادية تكون قريبة بعض الشيء من بعض أحسن، وإن كانت ليست شرطا. يعني كم من غني أخذ فقيرة فأغناه الله، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وكم من فقير أخذته غنية فصار بعد ذلك غنيا معها بحبه وعطائه أكثر من أموالها. أدي مجالات. في مجال مهم جدا وهو مقياس المشاعر، الأحاسيس، العواطف، اللي هو أنا قلت في المرة اللي فاتت يا أخوانا، يا أيها الأب أو الأم سواء البنت أو الولد، لستما أنتما اللذان تتزوجان، اللي بيتزوج الولد والبنت، عشان كده معظم الاختيار ليهم. ولما قلنا المجالات دي الاقتصادية والأخلاقية وغيرها، الأهل يكتشفوا هذه المجالات إلا مجال العاطفة. أيوة. البنت أو الولد هو اللي يكتشفه، وده مجال العاطفة. والعاطفة هنا لسنا بنتكلم عن عاطفة جياشة، لا، بمعنى القبول، بمعنى أني وأنا أريد أقول لكل شاب إن عند اختياره للفتاة أن ينظر إليها، وإذا جلس معها يأتي في قلبه أن هذه الفتاة هي التي تستحق أن تكون زوجة لي، تحمل اسمي أو تكون في بيتي وأتمنها على بيتي، هذه الفتاة هي التي تستحق أن تكون أما لأولادي، شريكة حياتي. نفس الحكاية، الرجل ده الشاب ده هو الذي يستحق أن يكون زوجا لي وشريكا في حياتي، وأن يكون أبا لأولادي حتى يفتخر أولادي به. هي دي المعايير حضرتك اللي احنا المفروض، يعني اللي هتخلينا بعد كده لو أقيم البيت على شيء من هذه الجدران المتينة فيكون بيتا متينا.